بناء قدرات منتسبي الوحدات الأمنية لم يتوقف على الدورات الميدانية في معسكراتهم، بل سعت إدارة شرطة محافظة المهرة لتطوير مستوى العمل الأمني بالمحافظة من خلال إقامة الورش للقيادات البارزة. الورشة التي نفذت بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب حول أثر التخطيط الاستراتيجي في تحسين الأداء الأمني، تهدف لرفع كفاءة عدد من الضباط بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. ورشة النقاشية اليوم أو الدراسية من أجل كسب الخبرات في إطار العمل الاستراتيجي في إعداد الخطط، وتأتي هذه الورشة بتفاعل من قبل قيادة عام الأمن والشرطة الممثلة بالأخ العميد مفتي سهيل بن صمودة مدير عام الأمن والشرطة، وكذا توجهت السلطة المحلية في إطار العمل الاستراتيجي المشارك للأعمال والمهام المستقبلية الأمنية. هذه الورشة، ورشة العمل التي هي بعنوان أثر التخطيط الاستراتيجي في تحسين الأداء الأمني، أتت من حرص قيادة أمن محافظة المهرة ممثلة بالعميد مفتي سهيل صمودة من أجل توعية منتسبي أمن المحافظة وبجميع بمختلف تخصصاتهم، وعكس ذلك على الواقع العملي الأمني مستقبلا. حلقات نقاشية ومحاور متنوعة ركزت عليها هذه الورشة التي استهدفت ممثلين لمختلف الوحدات الأمنية بالمحافظة لتبادل الخبرات والمعارف ونقلها لأفرادهم للاستفادة منها في واقعهم العملي. تحسين أداء الكوادر الأمنية في أداء واجباتها، وكذلك لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة وتحسين العمل الأمني، ومن أجل الخروج بخطط مستقبلية ناجحة وتلافي أي قصور أو أخطاء في العمل. سيستفيد منها كثير من القيادات والضباط اللي حضروا في هذه الدورة، ونشكر إدارة أمن المحافظة بتوفير مثل هذه الورشة، ونرجو من تزيد وتكاتف من هذه الورش اللي استفاد منها كثير من الضباط وقادات الأفروع في إدارة الأمن. الورشة العلمية تأتي متزامنة مع التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة والجهود الرامية لرفع الجاهزية للحفاظ على استقرارها وإبقائها عنوانا للسلام وقبلة لكل الباحثين عن ملاذ آمن. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.